أي مشاهد مرتبطة بعلاقتي ببنتي بدنيا، يمكن عشان الخلط ما بينها وما بين أماليا بنتي، ولأنه رضوى التعويرة الحقيقية في حياتها هي بنتها، هي كل اللي خايفة فيه لأنه هو استثمارها في الحياة هو بنتها، هي حياتها، هي حياتها، هي خلق يعني كأنها خلفتها وعايشة عشانها لحد ما تخلي الزرعة دي شجرة مثمرة يعني. فمشهد اللي بيقولي في السجن ويقولولي انه طلقني، المشهد ده انا غصب عني ارتجلت. هو مش مكتوب انه مش مكتوب لا يحرمني من بنتي عشان خاطري، مش مكتوب كده، بس هو اول ما هم قالولي انه طلقني، مع ان انا قارية طبعا المشهد ومذاكرة، كل اللي جه في دماغي صور انه مادام انا في السجن، انا رضوى في السجن وهو تخلى عني يبقى هو هيحرمني من بنتي. فحقيقي ما كنتش قادرة اخد نفسي بجد، وكل اللي بقوله إن بس هتوهالي لحسن يحرمني من بنتي، طب قولوا له انا اسفة يسامحني بس ما يحرمنيش من بنتي. كل ده كان ارتجال ارتجال ارتجال، وخدناه وان تيك طبعا. وانا فاكرة انه بعد ما خلصنا، احنا كنا بنصور في سجن حقيقي، وانا فرصة برضو ان انا اقول الكلام ده لان كان في تعليقات كتيره جدا جت انه انتوا بتصوروا في 5 نجوم، انتوا بتصوروا في اوتيل 5 نجوم، من امتى السجن في مصر كده؟ الحقيقه انه المتحده ووزاره الداخليه، وانا بشكرهم جدا على التعاون الخطير اللي عملوه معانا، بس كانوا حريصين انه اي سجن يقدم من هنا ورايح لازم يقدم في السجن وما يبقاش ديكور. انا عايز اقول لك ان دي معلومه مش دارجه، لان انا كمان كنت فاكره ان ده ديكور. كل الناس، لدرجه ان في واحده صاحبتي وهي مهندسه ديكور في الميديا، مش مهندسه ديكور في البيوت يعني بتعمل استوديوهات، قالت لي دي قالت لي ايه مدينه الانتاج، قالت لي معهد فنون مسرحيه او حاجه كده. فقلت لها لا، ده سجن العاشر من رمضان، وبندخل من الساعة 7 الصبح للساعة 7 المغرب بمواقيت معينة، فكل والكوريدور ده وحتى السجانات اللي موجودات دول ما كانوش ممثلات، دول السجانات، هما كانوا حريصين انه اي حاجة المقتنيات اللي جوه السجن تبقى بتاعتهم، السجانات تبقى بتاعتهم. طبعا رافضين انه السجينات يصوروا، ده لحرمه وما يبقاش انتهاك لخصوصيه السجينات. قعدنا ايوه، احنا وصلنا هناك الساعه 6 الصبح، من هناك واحنا من 6 الصبح ل 7 رحنا 3 مرات، ثلاث ايام صورنا على 3 ايام المشاهد. هو عبد الغني ما جاش معاكي ليه؟ هو كويس، السكر عالي عليه، عنده شغل، ماله؟ عبد الغني طلعك يا رضا. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ خليها تفوق بقى يا رنا، كفايه تعرف مين معاها في محنتها ومين مش معاها. عبد الغني طلقني، هو قال لكم ان هو طلقني؟ يمكن كان تعبان شوي ولا في حاجه مزعلاه، يعني هو قال لكم، هو قال لكم طلقني؟ انت شفتي نقسيمة بنفسك؟ شفنا، شفتي نقسيمة مهلكي؟ من ساعتها ما ورناش وشه ولا بيخلينا نشوف دنيا. لا لا، انا لازم اشوف دنيا لحسن ياخدها مني، ولا انا انت لازم تجيبي لي دنيا المره، انت لازم تجيبي لي دنيا لما تيجي معايا كده، لازم تجيبي دنيا هنا المره، لازم اشوفها لحسن ياخدها، ياخدها مني ولا حد ياخدها. ما كانش لهاش، لما تشوفي عبد الغني قولي له الله يسامحك، ما كانش لهاش، ما كانش لهاش انه يعمل فيا كده بعد كل اللي عملته علشان، بس هو صح، هو معاها، بس احنا ما بنستناش الصح من اللي بنحبهم، احنا بنستنى ان هم يبقوا سند لينا وانهم يسامحونا، قولي له يسامحني، قولي له ما ياخدش بنتي مني، والنبي هتفتكري تقولي له الكلام ده؟ هتفتكري تقولي له الكلام ده ولا هتنسيه؟ انا يسامحك يا عبد الغني.